أهلا بحضراتكم مرة تانية في هذا البث المباشر وفي قراءة لأهم ما جاء في الصفحات الأولى لكل الصحف المصرية. يشرفنا في هذه القراءة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ هشام قاسم. أهلا وسهلا فندم. أهلا أستاذ. شرفنا النهاردة في الاستوديو البث المباشر. الله يخليك، أنا سعيد أن أكون معك. كتر خيرك فندم. النهاردة زي ما حضراتكم متوقعين كل الصحف كانت بتتكلم على محاكمة الدكتور محمد مرسي، ولكن قبل ما نبص في هذه المحاكمة معانا مشاهد من تشييع جنازة المقدم أحمد فاروق مندور، وهو مقدم في القوات المسلحة، استهدف بالأمس على طريق مصر إسماعيلية من قبل عدد من الإرهابيين واستشهد أثناء تأديته لواجبه بالأمس. دي مشاهد من جنازته اللي خرجت من أحد المساجد في منطقة الهرم منذ قليل، وبنعزي طبعا أسرة الشهيد المقدم أحمد فاروق مندور. طبعا حضراتكم بتتابعوا معنا من خلال الأيام اللي فاتت عمليات القوات المسلحة وعمليات الشرطة وسقوط عشرات إن لم يكن مئات من رجال القوات المسلحة ومن رجال الشرطة، يعني ضحايا العمليات الإرهابية، ويسقطوا أيضا دفاعا عن المواطنين شهداء الواجب. أستاذ هشام، يعني هذا المشهد أصبح مشهدا متكررا ولكنه مشهد لا يغيب عننا. متكرر، ولكن برضو حتى مع التكرار لازال مشهد مؤلم للغاية. إن شباب في السن دي أو حتى يعني لو من الرتب الأعلى إنه بانتظام سقوط ضحايا، يعني بقى شيء عبثي مش مفهوم اللي بيقوم بالأعمال دي عايز يوصل لإيه؟ يعني هل هيقدر يوقع الدولة؟ لا طبعا، ده أبعد ما يكون عن كده ووضع ضعيف. وبعدين يعني بيحصل تكاتف وتلاحم أكتر ضد الأعمال دي كل حقيقي. ما بتزيد، ويعني زي ما يكون جماعة الإخوان بالفروع بتاعتها مصممة على الخروج من التاريخ بشكل يعني سيء للغاية، ويخلي خلاص ما فيش أي إمكانية لأي تواجد مستقبلي سياسي أو اجتماعي أو بأي شكل آخر. تسمح لي ان احنا استاذ هشام نعرف تفاصيل اكثر عن ما جرى في هذه الجنازة من زميلنا مراسل سي بي سي من الهرم كريم يسري. كريم، لو ممكن توصف لنا المشاهد التي جرت في تشييع جثمان المقدم احمد فاروق مندور الذي حدثت منذ قليل. مساء الخير علي، مساء الخير على مشاهدينا. اليوم عقب صلاة الظهر شيعت الجنازة العسكرية الخاصة بالمقدم احمد فاروق مندور بتستشهد امس اثر اصابات طلق ناري في كمين ضايع بطريق مصر الاسماعيليه، الذي حسب روايه زملائه كان في طريقه مترجلا متوجها الى اداء صلاه الظهر. واليوم شيعت جنازته من امام مسجد السلام بشارع الهرم، حيث حضر العديد من زملائه واسرته والعديد من قيادات المنطقه المركزيه، ورافقوه الى مأواه الاخير في المدافن الخاصه بالاسره في طريق الفيوم. طيب كريم، يعني انا مش عايز ان احنا يعني نستزيد في وصف هذه المشاهد. هو طبعا كان هناك حضور للأسرة، كان هناك حضور للزملاء، ولكن هل في اي معلومات عندنا عمن استهدف الشهيد المقدم احمد فاروق مندور؟ الرواية حسب ما ذكرها زملائي انه كان متوجها لاداء صلاة الظهر، كان وحده على رجليه، أصيب بطلق ناري من طيارة مجهولة، لم يتم تحديد من أطلق عليه الرصاص حتى الآن، لكن حالا استنفار تشهدها محيط فريق مصر الإسماعيلية الصحراوي للكشف عن الجناش الذين أودوا بحياة الشهيد أحمد فاروق مندور. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا كريم يسري من محيط منطقة الهرم، حيث كانت تتم منذ قليل تشييع جنازة المقدم أحمد فاروق مندور، والذي استشهد بالأمس في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. يعني الرجل بيأدي الخدمة وراح يصلي الظهر، فتيجي سيارة مسرعة وتضرب نار عليه. هو في الآخر هؤلاء الجناة بيتم تعقبهم ويتم إلقاء القبض عليهم عاجلا أم آجلا؟
ولكن يعني في الاخر يعني زي ما حضرتك قلت رغم كثره هذه المشاهد الا انها ما زالت مؤلمه ومؤلمه بشكل كبير للغايه. وبعدين يعني برضو بالنسبه للنقطه اللي حضرتك طرحتها هويه الفاعل، هي خلاص ما بقتش فيه هويه، هو كيان واحد بقى معروف. قبل كده كنا بنقسم وفي اعتقاد انها جماعات مختلفه ومنها من يقبل العنف ومنها من يرفض العنف، طلع الكلام ده ملوش اساس. انا من الناس اللي كنت بدافع وبقول الاخوان من سنه 71 ما فيش اي ارتباط لهم باعمال العنف، خلاص الوجه الكريه ظهر بمجرد ما حصلت الازمه. يعني طبعا البدايات كانت قبل كده، بدءا من اللي كانت بتوصل ناس مطلوبه وبتوقفها المخابرات في المطار ويجي امر من الرئاسه سيبوهم. وطبعا بعد كده نكتشف الناس دي بقت في سينا، ففكره الاعداد بالجيش الموازي نتيجه انه ما قدرش يخضع الجيش المصري لاوهام الامبراطوريه اللي كان عايز يعملها، فبدات من وقتها. ومرورا بتصريحات البلتاجي وغيره من ان العنف سيتوقف لو رجع مرسي، وخلاص يعني تزامنت حمله العنف دي اللي بنشوف يوميا اولادنا بيروحوا ضحايا لها مع إطاحة الشعب بالرئيس مرسي الرئيس السابق. فبقى مفهوم الهوية خلاص، دي بقت مجموعة واحدة عندها اعتقاد انها يا تحكمنا بالعافية يا نتحمل بقى الغضب. وزي ما قلت شيء عبثي، يعني هتوصل لإيه؟ يعني ده حتى القدرات بتاعتهم اللي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات وقت ما كانوا بيروحوا أفغانستان والسي اي اي بتوفر لهم التدريب وبيرجعوا يعيدوا تدريب شباب فكان عندهم قدرة قتالية ما بقتش موجودة. يعني كل العزاء طبعا لأسرة الشهيد أحمد مندور. احنا عارفين ان العزاء والكلام على شاشات التلفزيون لا يعيد من ذهب، ولكن هو ما نستطيع ان احنا نقوم به. احنا عارفين طبعا ان المؤسسات التي ينتمي إليها هذا الشهيد ستقوم بالواجب وأكثر كذلك، وإن شاء الله الجناة سيتم إلقاء القبض عليهم وهياخدوا الجزاء المناسب لهم لهذه الأفعال الإجرامية. أستاذ هشام، امبارح كان يوما حافلا، كان هناك المحاكمة الثانية لتاني رئيس مصري يتحاكم. دكتور مرسي دخل القفص يرتدي البدلة ويشير بربع العدوية وبيقول للمحكمة أنا الرئيس الشرعي. اسمح لنا أن احنا نتابع مع السادة المشاهدين تقرير عن حصاد اليوم بالأمس، ونرجع نشوف الصفحات الأولى من الجرائد المصرية ماذا كتبت عن محاكمة الدكتور محمد مرسي. ما أشبه الليلة بالبارحة، عجبا للأيام عندما تدور وتبدل الحال في قصة تتلاحق أحداثها بأسرع مما تخيل أصحابها. قبل عام تقريبا تسلم الدكتور محمد مرسي مفاتيح السلطة رئيسا لمصر، وبالأمس مثل أمام القضاء داخل قفص الاتهام بعد ثورة عزلته شعبيا. يوم المحاكمة الذي ترقبه المصريون كيوم سابقه مبارك جاء وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة، بعد أن طلب تنظيم الإخوان المسلمين من أنصاره التوجه إلى مقر المحاكمة ومنع انعقادها. مع أول خيوط الصباح نقل المتهمون 14 في القضية إلى أكاديمية الشرطة، ونقل الرئيس المعزول جوا من مقر إقامته الجبرية غير المعروف، رافضا ارتداء ملابس الحبس الاحتياطية ورافضا الاعتراف بشرعية محاكمته، مصرا على أنه ما زال رئيسا. ومع الهرج الذي افتعله المتهمون ومحاموهم، رفع قاضي المحكمة المستشار أحمد صبري الجلسة مرتين، وفي هذه الأثناء تظهر أنصار التنظيم خارج القاعة معتدين على وسائل الإعلام ومراسلي التلفزيون، وخرجت تظاهرات أخرى حصرت مقر المحكمة الدستورية العليا. وأمام دار القضاء العالي دارت الشبكات بين الأهالي ومتظاهري الإخوان، وتكرر ذات المشهد في عدد من الأماكن والمحافظات، كان من أبرزها الإسكندرية والتي لجأت الشرطة فيها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة أمام القنصلية الأمريكية. في قاعة المحاكمة قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى مطلع العام القادم للإطلاع على أوراق القضية المتضمنة اتهامات بالقتل والشروع فيه والتحريض عليه، بالإضافة إلى وقائع تعذيب دارت أحداثها على أبواب قصر الاتحادية في ديسمبر عام 2012. وأعيد المتهمون مرة أخرى إلى محبسهم بسجن طرى
بينما أودع المعزول سجن برج العرب ليقضي ليلته الأولى في مستشفى السجن بعد إصابته بارتفاع في ضغط الدم. ولينتهي اليوم الأول من محاكمة أول رئيس بعد الثورة، يوم أراد له تنظيم الإخوان المسلمين أن يكون فوضويا ودمويا، لكن مساعيهم باءت بالفشل. أحمد حسين، بث مباشر. هو ده حقيقي، يعني مساعي جماعة الإخوان المسلمين إن هي تحول يوم محاكمة دكتور مرسي إلى يوم مليء بالفوضى وتعم المظاهرات البلد. بالفعل مساعي جماعة الإخوان المسلمين باءت بالفشل، وزي ما حضراتكم تابعتم كان امبارح في بعض المظاهرات في عدد من الأماكن، ولكن الحشد لم يكن كما توقع الكثيرين، ولا إيه أستاذ هشام؟ هي طبعا يعني احنا لو رجعنا كده بالزمن لتهديدهم بحرق البلد لو نتيجة الانتخابات كانت فوز أحمد شفيق، مرورا بالتهديدات في الفترة اللي فاتت وحنعمل وحنسوي، وبعدين الرد أو يعني المظاهرات الهزيلة اللي ظهرت امبارح، وده برضو بيطرح قضية هنا، هل المظاهرات والاحتجاجات ورابعة وكل الكلام ده كان حاصل عشان مرسي، ولا فعلا القيادات بتاعت الإخوان بتتفاوض، لأن كتير منهم عليهم قضايا وأدلة متوفرة، وإنه كل ده كان مجرد تفاوض إن الأحكام تخفف عليهم أو القضايا تتلغي بالكامل. يعني تخيلنا إن الحشد هيبقى بقى عشان محاكمة مرسي أكبر من أي حاجة، ومع ذلك ظهر هزيل، فهل ده مؤشر على تفكك داخل الجماعة أو المزيد من التفكك اللي هو إيه بقى شفناه بانتظام من وقت بداية الأزمة، وإنهم يعني بدأوا يتخلوا عن الرجل. الحاجة التانية إنه امبارح تحول مرسي من رئيس سابق متحفظ عليه إلى نزيل أو سجين احتياطي، يعني أو محبوس احتياطي في سجن برج العرب. طبعا هو كان رافض أنه يظهر بدلة الحبس الاحتياطي، امبارح اضطر أنه يعني يلتزم بالقوانين بتاعة السجن ويلبس زي الحبس الاحتياطي، المرة الجاية هيظهر بيه. فاللي هو يعني اللي احنا بنشهده المزيد من التراجع والتقهقر يعني والانهزام. المصر اليوم كان ليها اكتر من عنوان واكتر من صورة مهمة جدا، اسمح لي ان احنا نعدي على هذه العناوين. في الصفحة الاولى المصر اليوم بتقول هستيريا مرسي واخوانه في القفص، المعزول للمحكمة، انا الرئيس الشرعي ورجعوني شغلي، واتكلم مع المحيطين بي عند نقله إلى قاعة المحكمة وقال لهم والله لربيكو، ولما راح سجن برج العرب ارتدى البدلة البيضاء. أستاذ هشام، والله لربيكو وفي نفس الوقت بيشاور بربعة، وكان هناك زي ما تقول كده مشهد أو شو معمول جوه القفص، دي إيه؟ دي المحاولة الأخيرة ولا دي زي ما نقول كده رسالة للإخوان اللي موجودين على الأرض إن إحنا لسه بنحاول فأنتوا ما تبطلوش؟ يعني طبعا هي كانت محاولة لإظهار مرسي في صورة الزعيم المناضل نيلسون مانديلا. انتهت الأمر بإيه اللي شفناه امبارح ده؟ أقرب لمحاكمة جمهور كرة متهم في قضية شغب. يعني الطريقة اللي تعامله مع الوضع بيها والحركات دي وظهرهم للناس، وتحس كده انها رأسة من الرأسات الجديدة بتاعت الشباب دي، والطريقة بتاع أدائه هو برضو، يعني أداء هزيل. أعتقد انه بعد ما يدركوا انه على الأقل هيؤدي إلى انصراف بعض المتعاطفين، يعني قد تكون قوة الجماعة لسه لازالت عايشة في الحلم بتاع أن البحر الأحمر هيتشق تاني، أو أنه الفيضان جاي، والأوهام اللي عاشوا فيها الفترة اللي فاتت، وأن في معجزة هتتحقق لأن هم يعني بينصروا كلمة الله على الأرض، وأن هم مكلفين بمهمة إلهية وكده. فحد أدنى أن هيحصل انصراف بأعداد كبيرة يعني من المتعاطفين،
واعتقد ده هيأثر على أدائه المرة القادمة، يعني هيبقى ايه زي اللي عايز يحسن الأداء بعد الأداء الهزيل ده. فما اعتقدش، يعني انا اعتقد ان احنا بدأنا نشهد خروج الإخوان من التاريخ. هم عندهم اعتقاد ان بقالنا 80 سنة بنستحمل، ودي طبعا يعني ايه الأزمة الخامسة للإخوان، وقبلها الأربع أزمات كلها اللي بيتشابه مع الأزمة دي الطمع، وانه بيحاول انه ياخد حصة اكبر من حجمه في المسار السياسي. دايما في طمع، يعني بدءا من التنظيم الخاص اللي عملوه سنة 43 بعد ما فشلوا في انهم يأثروا على المسار السياسي. يعني ده كان وقتها ممكن ينزل كحزب سياسي، رفض، قال لا انا جمعية او انا يعني كيان كده، انا ارشد الاحزاب اللي هي الدنيوية، انما انا حاجة الهية. فطبعا على 43 كان بالكتير كل اللي بيعملوا شويه مظاهرات واداء مشابه للاداء الحالي، مع يعني طبعا اختلاف الفتره الزمنيه، قاموا عاملين التنظيم الخاص وبداوا يضربوا رؤساء وزراء وقضاء وعمليات ارهابيه. ويعني ده كان اللي عمل التنظيم الخاص مصطفى مشهور، ده كان المرشد الخامس يعني من قلب الاخوان. فطبعا انتهى الامر بان حسن البنا اتضرب. يعني ما هو مش هينفع انك تقعد تضرب في قوى سياسيه مختلفه وقضاء ورؤساء وزاره ووزراء داخليه وهتعدي الحكايه كده. برضو الازمه اللي دخلوها مع عبد الناصر، يعني حتى لو قلنا ان عبد الناصر قمع البلد او ما كانش يعني ديمقراطي، انما من 52 الازمه بتاعته بدات معهم في 54، بينما ازمته مع التيارات الشيوعيه 59. يعني برضو التهديد كان ظاهر منهم. الله اعلم بقى موضوع هنداوي دوير فعلا مظبوط، ما هي يعني هيظل دايما في اسئله، انما في النهايه دخلوا في الازمه مبكرا معاه. نفس الحكايه مع الرئيس السادات لما عرض عليهم انه يستعين بيهم في التحول اللي كان عايز يعمله من الاتحاد السوفيتي الى الاطلسي والاوروبا وامريكا، حطوا عليه شروط، قال لهم لا، يعني ما قدرش يوصل. لو كانوا قبل 1% من السلطة كانوا بقوا أقوى وكانوا تمرسوا في العمل السياسي، إنما برضو رفضوا. وآخر أزمة أيام مبارك 84، التحالف اللي عملوه مع الوفد 87 لما تحل البرلمان، الوفد ما كانش عايز يبقى له أي علاقة بيهم تاني، فدخلوا في تحالف مع الأحرار والعمل. انتهت برضو بحل البرلمان بأن العمل تحول إلى إسلامي، ولكن رفض أنه يستمر تنظيميا مرتبط بيهم. فدايما السمة الأساسية محاولة الحصول على حصة أكبر من حجمهم الحقيقي، وراجع طبعا للأوهام والاعتقاد بأنهم رجال الله على الأرض، ودخلوا في الأزمة الخامسة. بس أنا أعتقد أن دي الأزمة الأخيرة، دي الأزمة الأخيرة، علشان هم مش هيكون خروج الإخوان من التاريخ. هم كان عندهم اعتقاد أن احنا صدينا 80 سنة أزمات، وأن احنا ممكن نصد كمان 500 سنة. تفكير خاطئ وتحليل مش قائم على أساس. وفعلا انا بعتقد ان دي نهايه الاخوان، خصوصا مع انفتاح المسار السياسي ويعني مستقبل ديمقراطي. خلاص طبيعه التنظيمات الشبه عسكريه اللي هي قائمه على السمع والطاعه، لن تستهوي الشباب. ف اعتقد ان احنا بنشهد خروج الاخوان من التاريخ. طيب عناوين الصحف ما زالت بتتكلم على محاكمة مرسي، اسمح لي أستاذ هشام إن احنا نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد هذا الفاصل لاستكمال قراءتنا في الصفحات الأولى والصفحات الداخلية للصحف المصرية. انتظرونا.